السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هاد النهار ان شاء الله غادي نتكلم على واحد الموضوع ديال مدة استخدام الامهات والذكور في التربية والانتاج. يعني احنا عندنا واحد الامهات وعندنا واحد الذكور، يعني شحال من 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 سنة نقدروا نحتفظوا بهم عندنا، يعني باش نكونوا فاهمين، ماشي غير نجيو ونكونوا كنديروا واحد الطريقة اللي عشوائية. يعني واش سنتين او ثلاث، شحال ديال يعني شحال من موسم غادي نخليهم عندنا، شحال من خلفة، يعني هادشي بالتقريب، يعني شحال من خلفة، لان كل ام عندها يعني قابلية واحتمال اكثر من الاخرى. اولا اذا كانت عندك واحد الاناث عندها الخصوبة عالية، هادوك باينين، غادي تخليهم عندك لانهم اولا غادي يكونوا 100% غادي يكونوا سلالات. يعني يعني الصغار ديالهم نقدروا نشدوهم ونديروهم كبيع الكسيبة، يعني باش نديروهم الكسيبة، يعني باش 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 نقدروا نبيعوا لشي حد اخر يقدروا يكون يعني يحتفظ بهم ويديرهم الكسيبه عاود. ولكن ماشي غير نسمعوا هذه القضيه ونبقاو اننا نربي واحد القطاع من الامهات، لا، لان هاد الامهات كتاكل بزاف. الا بغيتوا توصلوها بالصح خاصها الماكله مزيانه، وهذا الشيء يقدر ديروه الا كان شي حاله نادره كاع عندكم واحد الفيطان هكا، مثلا عندكم بابيون وحيدوه، نقولوا شي كاليفورني حتى هو حيدوه، ماشي مشكل، شي مهم شي حاجه اللي نتوما جربتوها ولقيتوها خدامه معكم 100%. وهاد الامهات اللي كيكون عندكم ممكن تبقى تعطيك الانتاج حتى 5 سنوات، يعني نتوما 5 سنين راه تبارك الله راه ماشي، وهي كتنتج. تخيلوا عندكم واحد الام 5 سنين وهي خدامه معكم. ولكن كيكون واحد المشاكل مع خطرات، يعني هي في نفس الام اللي بقات معكم 5 سنين، او واحد الام اللي في الحقيقه عذبتكم. مباشره خاصكم تفهموا هذه القضيه، اي مربي خصو يكون متجدد، يعني ماشي يكون عنده واحد الامهات صافي وهما بالمشاكل ديالهم يبقى محتفظ بهم، وحده راه خدامه معاه مزيان ووحده لا، او يمشي يبيع ويمشي يشري من جهه اخرى، لا، اللي فيها المشكل ما تكملش معاها بحال هاد المشاكل. اول حاجه كتكون كيموتوا لها الاجنه في البر، كتقول هو معليش حتى الخطره الجايه نلقها عاوتاني يمكن راه يكون الخير. عاوتاني المشكل الاخر انه واحد النهار كلات الصغار ديالها، هادشي راه وارد، ماشي راه كيوقع، راه الا كان عندكم واحد القاطع يعني كبير وهادي راه هادشي راه كيوقع. عندكم واحد الام مثلا كتجهد الراس، يعني ماشي كيموتوا دوك الصغار، ولكن هي الراس فيما كتلقحوها كتجهد. وحده اخرى عاوتاني نقولوا ما كتردعش، يعني الصغار ديالها كتحطهم حداها يعني وكتغطيهم وتنتف الشعر ديالها، ولكن ما تدخلش عندهم باش ترضعهم، واخا هي في الحليب كتكون حنا كنقولوا لها غشيمه، هذيك ما داكشي اللي عطاها سيدي ربي ما كتردعش الصغار ديالها. كاين واحد القضيه اخرى، وحده اخرى ديما ملي كتبغوا تلقحوها كتلقاو معاها المشاكل في التلقيح، خاصها تعاود وتعاود وتعاود، مثلا واحد الشهر ما شدتلكش، لا كيف اذا ما كانتش ما شدتلكش راه مشكل، لانك تبقى تصرف عليها على طول الشهر. ما تنساوش القضيه تما ملي كتضربوا الحساب ديالكم كتلقاو راسكم خدامين، ولكن كاين واحد الشهور في نتولكم، ملي تشوفوا شي ام بحال هكا صافي، توجد واحد الام وحده اخرى من سلاله من واحد الام يعني اللي تكون بنتها، وتكون نتوما حسيتوا بها مزيانه معكم، خدامه معكم مزيان، ما كديرش المشاكل، كتغطي وليداتها، ما كتاكلش وليداتها، مهم ام حنونه مزيانه مريقله، هذيك تخصموا منها واحد 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 البنت وتطلعوها على يديكم وتحيدوا هذيك اللي دايره المشاكل. تباع، ماشي كنقول لكم تبيعوها لحد اخر،
هادي ديما كنقول انا ما كنبغيش هاد القضيه ديال الغش، ولكن راه كاين الكيلو او ذبحوها استنفعوا فيها، راه كاين اكتفاء ذاتي. هادشي الارانب الا بغيتو اكتفاء ذاتي للدار ديالكم راه الحمد لله راه ما تبقاوش تشريو كاع اللحم، المهم انكم تبيعوها او تذبحوها. دابا هضرنا على يعني الصغار، عفوا الامهات، دابا نهضروا على الذكور. حتى الذكور حتى هما طول ديال الاستخدام ديال يعني شحال نقدروا نخدموهم، حتى هما راه كذلك راه يقدر يخدم معكم الذكر مزيان، ولكن الا كان كيلقح وكيشد التلقيح ديالو تبارك، الا ما كانش كيشد التلقيح ديالو وجربتوه في ذكر اخر ولقيتوه شد هذاك التلقيح، يعني هو فيه المشاكل، مره يشد مره ما لا، حتى هو ما خدامش. هي يعني المعادله كلها خاص منين تم العمليه ديال التلقيح خاص الذكر يكون مزيان والنتوه تكون مزيانه. الا كان حد واحد منهم ما خدامش من الاحسن يتحيد ويجيب بلاصتو حاجه اخرى، وماشي تشريو من جهه اخرى. ديما كنقولها طلعوا من يديكم، يعني هذاك الشيء اللي عندكم هو اللي يطلع، 4 شهور ولا 5 شهور ماشي مشكل، احتفظوا به والناعوره راه دايره، الدائره راه ديما خدامه ان شاء الله. القضيه الا كان هذا الذكر القدره ديال الجنسيه ديالو صافي سالات، يعني ما بقاش واحد النهار اما تصاب بالتهاب العقب اما ما بقاش، يعني الذكر صافي قال لكم صافي انا ما واخا كنلقح او ممكن تلقاه ما كيلقحش كاع. المهم كونوا عارفين بان الذكر راه مسكين كيلقح حتى ل 25 نتوه في العام، 25 نتوه في العام راه في الحقيقه السائل المنوي ديالو راه صعيب باش يحتفظ به. المهم انتم من العام للعام حاولوا تخصلوا من وليداته او وليدات شي وحده تكونوا انتم واثقين فيها وانها صافي غادي هي تبقى تخدم معكم، عفوا هو غادي يبقى يخدم معكم بشكل مريح ومزيان. هذا الشيء بالنسبه للذكر، يعني تخليوا السلالات ديالو. وقضيه وحده اخرى، ديما حاولوا انكم الذكوره ماشي تخليوا واحد، ديما تخليوا واحد سكور، يعني احتياطي، يعني واحد راه كافي القاطيع، ولكن اذا مشات تطرالك شي حاجه راه مشكل، يعني خليوا ديما واحد احتياطي. اذا هذه هي الحلقه ديال النهار، يعني كيفاش نتعاملوا مع القطيع ديالنا، خصنا نتعاملوا بذكاء ديما بحال الشكل ديال الدومينو، يعني الناس اللي كيعرفوا اسمه هو الضامه، هكا كتقدر كتبقى تحيد واحد وواحد تاكل به الاخر، يعني صافي واحد سال العمل ديالو ماشي نبقاو لا كنقولوا لا ولكن راه مزيان هذيك النتوه واخا راه خدمت معنا مازال نبقاو نكافحوا معاه، لا، هاد الارانب هما تجديد، خاص ديما الواحد يجدد، ما يخليش واحد الارانب عنده اعوام واعوام وسنين وفيها المشاكل ويبقى يقول لا الخطره هاد الجهه هاد الخطره معليش هو غير نزيد وحده اخرى. كونوا متاكدين ان الا لقيتوا خليتوا الارانب ديالكم غير شهر واحد ما استنفعتوش منهم، هذا هو المشروع ديال الارانب الحقيقي، ان خاص ديما الاستفاده في كل شهر، كل شهر تستافدوا منه، لا بالنسبه للذكر لا بالنسبه للانثى. الذكر خاصو يلقح مزيان والانثى كذلك خاصها هي يعني تجيب خلفات، ماشي لا هذا الشهر معليش، ما كاينش شهر معليش، خاصها ما خدامه صافي تحيد او تبقاو خدامين بها بما توجدوا لها يعني واحد الخلفه واحده اخرى، باش انتم راه خدامين بها وعارفين فيها المشاكل، ولكن خلفه اخرى راها تكبر على يديكم غير توصل تحيدوا الاخرى عاوتاني. اذا هذه هي الحلقه ديالنا ديال هذا النهار، ردوا بالكم، عرفوا تتعاملوا بذكاء مع مثل هذه المشاريع هذو. الحلقه ديالنا راه سالات، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا ونزيدوا الامام ان شاء الله، تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.